طيب الآن وصلنا لآخر شكل اللي بنصلحه، اللي هو وردة الروز، الروز الكبيرة هذه، نفس هذه تقريبا، وأسوي نفس هذه بفلوس. لكن قبل ما نسويها شو تلاحظون؟ تلاحظون معفطة الأوراق صح؟ إذن تلاحظونه؟ إذن لازم نعفط الفلوس. طيب احنا راح نحتاج، طبعا انا سويت خلف الكواليس واحده مثل هذه، شوفون كيف عفطتها. الان بعلمكم كيف تعفطونها. عندنا هنا اللي نحتاجه طبعا اربع دوائر مثل هذه، نحتاج اربع، نحتاج قطعه خارجيه، ثمن واحده جوا، ثمن واحده جوا، ثمن واحده جوا، اربع يعني. زين بهالطريقه كيف نسويها؟ طبعا اول شيء كيف نعفط الاوراق. طيب الحين نحتاجه منشفه فيها مويه، زين، نحتاج عود اسنان. لحظه معي، تجي طبعا لازم ترطب الحافه. ترطب الحواف حتى تقدر تثنيها بسرعه. زين أول شيء ترطبونه، ترطبون الحواف بالطريقة. زين طيب الآن انتهيت من ترطيب الحافة، كيف نصفط؟ شوف كيف تحط العود بهالطريقة، تثني الطرف ثم بعدين تمشيه بهالطريقة. زين انصفط عندنا، طبعا خلاص الصفط هذه راح تثبت. نفس الشيء هالطريقه، هالزاويه حاول تسوي بها كذا، صار عندنا هالطريقه. زين الجهه الثانيه تلاحظون وين الصفطه؟ على داخل. الثانيه بخليها على برا، الثانيه بخليها برا حتطلع شكلها احلى. زين ونفس الطريقه بمشي عليها، نفس الطريقه. انا اوريدي رطبت الحافه، هذاني جالس الفها، صار عندنا بهالشكل. طيب كذا سويت الثنتين انا، تشوفونها هذه. الان نبي نصفطها حتى تكون بهالشكل. فكرتها ان تشوفون هذه صغيره هذه كبيره، هذه تدخل جوا هذه فيصير عندنا مثل ورده. هذه الفكرة كاملة، لكن أنا عندي الآن سويت ثنتين، أبى أسوي ثنتين زيادة. طيب السؤال الحين كيف نصفطها؟ طبعا أول شيء لازم تتعرف على المنتصف، نفس الشيء كيف هذا المنتصف عندنا عرفناه صح؟ لاحظ معي تصفط بالطريقة هذه، تعطيها واحدة كذا وبعدين تصفطها مرة ثانية. لاحظوا ايش صار، ايش صار على الفلوس؟ هبطة سوت كذا نحيفة بهالشكل. بعدها ناخذ مثلا هذا، نفس الشيء ندخله هنا حتى نحافظ على هذا الشكل ونلفه. زين لكن شو اللي صار عندنا هنا؟ جاية معوقة كذا شوي، كيف نخليها مقوسة؟ أبد، تصفطون هذه الصفطات، شفتوا التعفيطات الزوايا؟ كل ما دخلت زيادة كل ما صارت الوردة بالطريقة. زين؟ طيب أنا طفيت الكاميرا قبل شوي وصلحت هذه الثالثة، حاولت إني أصغرها مرة. كيف؟ بإني أضغط على الزوايا. خلونا نشوف الحين. عندي الحين أربع أشكال. لو جينا نشوف وش أكبر وحدة، تقريبا هذه أكبر وحدة، إذا بخليها هي اللي برا. هذه أبقرر أخليها هي اللي برا، وهذه اللي جوا مرة. وش أكبر هذه ولا هذه؟ اللي على اليمين ولا على اليسار؟ اللي على اليسار صح؟ إذا بخلي أول شيء الكبيرة مرة، ثم اللي بعدها الوسط هذه. الشكل. جوا بعض. ثم بعدين. هذه ثم اخر شيء
الصغيرة زين بهالطريقة. طيب أنا طبقت النصيحة خلف الكاميرا والآن تشوفون كيف جاية. بعد ما تطبقون النصيحة تحاولون تلفون الأسيام كذا مع بعض حتى تثبت، تلفون كلهم مع بعض زين. نصير عندنا وردة بهالشكل. طبعا ممكن تاخذ وقتك شوي وتقعد تصلحها وتعدلها، لكن الان يعني ما اقدر اتاخر اكثر من كذا عليكم، يعني مقبوله ما عليها، بس بعدل هذه بعدين، شويه معوقه بس بعدلها بعدين.